وحياتكم. صحة عمر وعافية. What you're seeing in front of you here is the burning oil wells of Guyana. Apparently, it sat on a sea of oil, and a lot of these wells were burned up by ISIS in their withdrawal from the area. In case you're wondering, this is not a new strain of sheep. These sheep here in Guyana are dark because of this. يعني هذا دخان شيء اطفال يعني تضررت حيل، يعني بالنسبه للاطفال نساء شيوخ يعني حيل تضررنا، بس هذه ايوه يعني لما تصحون الصبح وكذا يعني تقعد الصبح ووجهك يا حشاكم سماد، يعني مو حد في سوالف، يعني ما اقول لك طبقه يعني اقل من السانتيم. ايوه هذا بداخل البيوت، احنا بداخل الخياره بداخلها سماد، يعني حيل كيف يعني الطفل اذا بيربو يعني اكيد كارثه أكيد. يعني نوع من الكلام كارثه. والخرفان هسه كله يعني كله نفس الشيء، كله الطيور كل شيء الطير، يعني ما تقدر حتى الشرهدم فوق، يعني اما على الحبل على الستار عم ما تقدر الشره، يرجع نفس السياسه ودم كذلك. أيوة. كله من وراء اجرام داعش. هذا الطير هذا